بس حاسس النهارده انا ملاحظ دي قلتها في الاول، حسيت انه فيريرا النهارده مش مدرب مغرور او مش مدرب اللي هو ايه. انا عجبتني صراحه وانا بتفرج عليك عجبتني قوي، اللي هو مش انا الزمالك، انا بلعب مع فريق عنده امكانيات وقدرات، ذاكرهم كويس، اشتغل عليهم كويس، قفل كتير قوي في العمق اللي هو اخطر ما عند سيراميكا كليوباترا. وتحس انه الزمالك النهارده العكس، هو اللي كتف سيراميكا كليوباترا هجوميا، ما سابلوش المساحات والشغل الفني بالظبط زي ما انت قلت كده. هو قفل بالخمسه ولعب بثلاثه ونص الملعب، لان هم سيراميكا بتلعب، انا من وجهه نظري هم بيلعبوا 4-2-2-2 بيلعبوا في العمق. فانت قفلت له بالظبط كده في الحاله الهجوميه، بيلعبوا الاثنين الديفندر وبعد كده محمد ابراهيم وميدو والاثنين بالظبط كده. فانت الزمالك راح قفل لهم نص الملعب، احنا واحنا بنلعب قصادهم سيراميكا في النادي المصري قفلنا لهم برضو، لعبنا بالخمسه وقفلنا نص الملعب ولعبنا على الكونتر اتاك ولعبنا وركزنا في الكور الثابته، فدي كانت بالنسبه لنا، كان احنا يعني كجهاز كانت بالنسبه لنا حلول. هو دلوقتي برضو نفس القصه، هم لعبوا قفل لهم، نادي الزمالك قفل العمق ولعب على كونتر اتاك وبرضو سيطر على الملعب. النهارده الضغط، لو النهارده فريق سيراميكا الضغط بتاعه كان وحش جدا، لو الضغط العالي ما كانش مش زي سموحه، لو تاخد بالك في ماتش سموحه كان الضغط اقوى من سيراميكا، فهو ده كان عامل فارق. النهارده الزمالك بيطلع بالكره كويس جدا، وكان بيباصي كويس، وبسبب النقطة ان هو طلع الكره، الكره جت الجول لما جت لابو الفتوح وراح عاملها. فهي دي الزمالك بيطلع النهارده بسبب سيراميكا ما بيضغطش عالي، فكان بيطلع بالكره كويس قوي قوي يعني. هاي.